حاولوا في ذاك اليوم كراج بلاد حقيقه ما بقاتش افاق ولا حلم ولا السكه الحديديه رانا نبني فيها رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف لبشار نديروا مصنع تركيز في بشار باش من تما الماده الخام تمشي المصانع نتاع الحديد والصلب في وهران في عنابه وفي جيجل وبالتالي سنة 2027 هذه سيت اون دات شارنيير دو لافنير ايكونوميك دو بيي.